أخبار المال والأعمال مع فراس بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وزارة الدولة لشؤون البيئة تبدأ مؤتمرها البحثي البيئي الثاني على مدرج جامعة دمشق للاستفادة من الأبحاث العلمية المقدمة ووضع الحلول والتوصيات المناسبة لمعالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة. تحت عنوان الاستفادة من المخلفات الزراعية للحصول على منتجات صديقة للبيئة، بدأت وزارة الدولة لشؤون البيئة مؤتمرها البحثي البيئي الثاني بمشاركة وزارة الزراعة ومنظمة أكساد لتنمية المناطق الجافة. وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس ممثلة رئيس مجلس الوزراء أكدت أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحة التلوث بكل أشكاله وتحسين الوضع البيئي الراهن بالتعاون مع الجهات المعنية. الاهتمام بالقضايا البيئية ووضع الخطة العلمية والسليمة لمعالجة المشاكل البيئية وخاصة في مجال المخلفات الزراعية وكيفية إدارة هالمخلفات إدارة سليمة. عدد من الباحثين المشاركين في المؤتمر أكدوا على أهمية إجراء البحث العلمي والتنمية المتوازنة والاهتمام بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للعمل البيئي، إضافة إلى الاهتمام بعملية التخلص من المخلفات الزراعية بطريقة سليمة، لأنها تشكل عنصرا إنتاجيا مهما من شأنه أن يسهم في خفض التكلفة الإنتاجية. نحن بمنتهى السهولة وبتكاليف بسيطة جدا يمكن أن نحول مخلفات المزرعة ومخلفات الصناعة معامل الصناعات الغذائية إلى علف بمعاملات لا تكلف الفلاح. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستخدامات المثلى لمخلفات الإنتاج والتصنيع الزراعي بما يسهم في عملية التنمية المستدامة في سوريا والوطن العربي. منحت وزارة السياحة رخصة إشادة سياحية تأهيل فني دولي لشركة الدار العربية لإشادة فندق من المستوى الدولي بسوية 5 نجوم، وذلك في منطقة التواني بالقلمون التابعة لمحافظة ريف دمشق. وذكرت الوزارة أن الفندق يضم 134 غرفة وكتلة لخدمات الألعاب المائية ومساحات خضراء وألعاب مائية وطرقا ومواقف سيارات وثلاثة أقبية وستة طوابق، تحتوي قاعة محاضرات واجتماعات ومسبحا وكافيتيريا وصالات بلياردو وبولينج وتزلج وسكواش وصالة انترنت وناديا رياضيا، إلى جانب قاعة للسينما وصالة متعددة الاستعمالات وأربعة مطاعم وخدمات متفرقة أخرى. ارتفع مؤشر سوق دمشق الأوراق المالية أكثر من 30 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 949,051 نقطة. وأغلقت جلسة تداولات اليوم بحجم قدره 145,309 أسهم موزعة على 129 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 15,137,000 ليرة. وجاء قطاع المصارف أولا من حيث قيمة التداولات، تلاه قطاع التأمين. شهدت مدن إسبانية العديد من المظاهرات في الذكرى الثانية لحركة إنديغنادوس ضد إجراءات التقشف واحتجاجا على الأزمة الاقتصادية. وانتقد المتظاهرون ارتفاع معدلات البطالة في إسبانيا التي تعيش أزمة خانقة منذ عام 2011 نجم عنها ارتفاع عدد العاطلين إلى أكثر من 5 ملايين شخص. كما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لرئيس الوزراء ولسياسات التقشف التي ينتهجها حزب الشعب الحاكم. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة والصادرة عن مصرف سوريا المركزي. ختام أخبار المال والأعمال، عودة لكريم وكنانة، دمتم بخير. شكرا فراس. شكرا فراس. وفي ختام نشرتنا